فقرة وفقرة طبعا النقاد الرياضيين في برنامج الزمالك اليوم. معايا الصحفي والكاتب الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الشافي صادق. استاذ عبد الشافي ازي حضرتك؟ كابتن خالد ازاي؟ اخبارك ايه؟ كل سنة طيب. واستاذ عبد الشافي النهارده جايب لنا انفرادات يا جماعه. الحاج عامر حسين كان معايا امبارح على الهواء مباشره وقال لي ان الانذارات بتتشال بفتره انتقالات جديده وموسم جديد. قلت له ده موسم الكاس بتاع السنه اللي فاتت. قال لي لا، ما هو الموضوع ده من 2015 واللائحه بتقول كده. هنتاكد من كل كلام الحاج عامر حسين من خلال اللائحه بجد اللي موجوده واللي هننفرد بيها النهارده مع طبعا الاستاذ عبد الشافي صادق. معايا طبعا الصحفي والناقد الرياضي الكبير والمثير للجدل زي كده استاذ منتصر الرفاعي. استاذ منتصر ازي حضرتك؟ انا كابتن خالد ومبسوط ان انا موجود مع حضرتك والحمد لله على السلامه، ومبسوط طبعا بوجود زميلنا الصحفي شريف صادق. طيب بدايه هبتدي معاك، رايك في، على فكره يعني جالي تاكيد دلوقتي ان اللاعب حسن وليد قداح طوله مش 195 سم، طوله 2 متر 3 سم، وده وحاجه بسم الله ما شاء الله. احمد العطار. احمد العطار رايك في هذه الصفقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد صفقة مميزة جدا. حسن وليد قداح من اللاعبين المتميزين جدا، بخلاف انه متوج بذهبية كأس العالم للناشئين مع منتخب مصر لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية وليس المنتخب المصري فقط. أول فريق بره أوروبا ياخد البطولة دي. ياخد البطولة دي. خليني أقول لك انه حسن بخلاف كمان فوزه بهداف البطولة ب 51 هدف زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، بحكم تواجده في نادي الشمس كمسؤول عن مجلة نادي الشمس. فعلاً؟ بالتأكيد فكنت متابع الكواليس ومتابع قد ايه الصراع المحتدم على هذه الصفقة. حسن وليد قبيل هذه البطولة بأيام كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب الذي توج بالبرونزية في أسبانيا. ياه. خلص البطولة من هنا طلع على بطولة العالم الناشئين عشان ربنا يعني هو يكرر. كان أحد اللاعبين، أحد العناصر اللي موجودة في طبعا. اللي هم خدوا ثالث العالم بعد ما كسبوا البرتغال في الدور الثالث ورابع. كسبوا البرتغال في الثالث ورابع وفرنسا في الدور قبل النهائي. كانوا كسبانين تقريبا لعبوا 8 ماتشات، منتخب الشباب كسب 7 ماتشات ما خسرش غير مباراة فرنسا في قبل النهائي، وكان كمان كسبان فرنسا كان في البداية في دوري المجموعات 5 أهداف على ما أعتقد أو 7 أهداف. بالتأكيد انه خامه كويسه جدا، يحسب لمجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور. كلمه في البطوله الاخيره دي كانت فين يا جماعه؟ كانت في مقدونيا. مقدونيا؟ مقدونيا عشان أوروبا. الدنيا ساقعه برضه هناك اكيد مقدونيا. طبعا الفيديو ده اتعمل يعني الدنيا بتبقى ساقعه في اوروبا، نادي الزمالك الدنيا بتمطر على فكره. كان في مكالمه مع الدكتور اسامه ابو زيد رئيس النادي ومن المستشار مرتضى منصور في البدايه ان احنا عايزين لاعب، بس الدنيا كانت وقفت شويه فدخل الاهلي على الخط بقوه واللاعب متواجد، لدرجه انهم راحوا بفلوس النهارده كانوا 3 مليون كاش و3 مليون بشيك. يعني انتوا عايزين شيك خدوا اهو، عايزين 3 مليون كاش هنا. انما رغبه انت جوه نادي الشمس وعارف بالتاكيد. فالنهارده كان مجلس اداره نادي الشمس يحسب له الدكتور عشان مين كان متواجد هناك؟ من الاهلي اعتقد كان في اتصالات من الكابتن محمود الخطيب، كان رئيس نشاط رياضي حاجه كده. عبد ربه اعتقد كان موجود. كان في اتصالات هاتفيه اعتقد الكابتن محمود الخطيب دخل على الخط، كان بودي مورجان دخل على الخط، كل الشخصيات الاهلاويه اتكلمت عايز اللاعب، كان عنده اصرار للامانه قوي. بس اللاعب كاتب رغبه ان هو اللاعب دخل فيديو بعد هذا، يعني لما الامور احتدمت وعرض الزمالك ابتدى يتقدم وعرض النادي الاهلي راح لنادي الزمالك انه الزمالك الاهلي مقدم 3 مليون، ابتدى طب انتوا هاتوا العرض، فاتكلم ودخل مستشار احمد جلال ابراهيم. حتى كنا اتكلمنا من اول الصبح بدري كان اعتقد موجود. خلص 3 ونص مع الكابتن تامر علي المدير التنفيذي صاحبي، سلم عليك جدا. زملكاوي تامر علي ده تامر المدير التنفيذي ده تامر صاحبي وزملكاوي جدا وزملكاوي وسامي اسامه ابو زيد كمان عشره عمر، يعني الراجل كان بيسافر معانا كل ماتشات افريقيا يعني بالتاكيد. فكان النهارده هم انحازوا لمصلحه النادي ولمصلحه اللاعب. النهارده مصلحه النادي مقابل المادي الزمالك اعلى، رغبه اللاعب ايضا اللاعب لنادي الزمالك. بالتاكيد صفقه مميزه جدا جدا يستحقها نادي الزمالك، وده هيبقى يعني هو بيلعب في نفس مركز يحيى الدرع. يحيى الدرع من اللعيبه الاقوياء جدا ويحيى لعيب كويس جدا جدا، بس النهارده الولد زي ما حضرتك تفضلت وقلت انت الكابتن احمد سمير عنده بسم الله ما شاء الله يعني طول تالنت وعنده قدره، بلس انه من خلال نادي الزمالك ممكن يحقق حياته بالاحتراف او لو يحيى الدرع خرج هو هيبقى موجود. يعني اعتقد انهم هياخدوه يشاهدوا ياخد خبرات في البطولة دي، لأن هو لعب بطولتين عالم ورا بعض والبطولة جاية في شهر 8 على طول كمان، فأعتقد إنه هيبقى متواجد في السعودية للخبرات.
ان ما خدوش منتخب الشباب في دوره الالعاب الافريقيه في المغرب. لا انا اعتقد لو راح هيبقى متواجد، هيبقى له دور، هيبقى هو هيبقى متواجد في القائمه. لعيب طوله 2 متر 3 ده مش سهل، وهداف كاس عالم يعني لعيب. هم هيحاولوا يخلصوا له الاجراءات عشان هو القائمه اوريدي ارسلت، فهيحاولوا كمان يضموا له القائمه. موجود يحيى الدرع موجود، هو حسن هيبقى اضافه قويه جدا، واحتمال منتخب الشباب يستعين بيه لانه هيمثل مصر في دوره الالعاب الافريقيه في المغرب. حسام استاذ عبد الشافي، رايك في هذه الصفقه؟ انا شايفها من الصفقات الكبيره، يعني اذا كان الزمالك عمل صفقات كبيره في كره القدم فبيعمل صفقات كبيره قوي في كره اليد وفي الباسكت وفي الطايره. ده بيقول ان خلاص ملوك الصلاه اللي هو الزمالك هيستمر ملك الصلاه لفتره طويله بالصفقات الكبيره، خاصه ان الدرع شاب ده عنده مواليد 98. حسن وليد قصدك؟ قداح. حسن وليد قداح عن مواليد 98. لا 2000 ده، هم مواليد 2000 دول، 98 دول بتوع الشباب. ما هو استنى بس، هو في اربعه منتخب الشباب ما هو لعبوا سنه اصغر لاعب شباب، هو لعبوا مع منتخب الشباب خدوا البرونزيه وانضموا لمنتخب الناشئين. لا بس هو مواليد 2000، ما هو سنه الاصغر لعب في المستوى الاعلى الشباب فرجع حتى حارس المرمى اكبر يلعب مع الاصغر. لا حتى حارس المرمى كان بيلعب مع منتخب الشباب. بالظبط فالاربعه هو احمد حميد حارس المرمى. بالظبط فهو مكسب كبير ان الزمالك على الرغم من يحيى الدرع بيلعب في نفس مكانه بس ممكن توظيفه في اماكن اخرى. هو هيبقى دوره منصه اطلاق اهداف زي احمد العطار بالظبط ان شاء الله باذن الله. نروح بقى معاك ل بصوا يا جماعه ونركز، لان احنا دايما انا بحبش اقعد اتكلم كتير، انا حتى وانا بتكلم في اي حاجه اروح جايب لكم فيديو على طول، ده قال وده قال وده قال فيديوهات يعني. لكن النهارده حاج عامر حسين قال معلومات وعن طريق اللايحه، فهل الكلام ده صحيح ولا لا؟ استاذ عبد الشافي الصادي بقى جايب لنا اللايحه، قول لنا بقى استاذ عبد الشافي. في البدايه قبل اتكلم على اللايحه عاوز اقول حاجات مهمه للساده المشاهدين والجمهور نادي الزمالك وكل الجمهور العظيم. هل الموسم انتهى؟ لا. طيب مباراة السوبر اللي جاية اللي هتتلعب في سبتمبر اللي جاي، هل دي مباراة الموسم الجديد؟ لا، هذه مباراة مؤجلة من 12 شهر. تمام، زي بالظبط مباراة بيراميدز مع الأهلي مؤجلة من 11 شهر. تمام، طيب الموسم ما انتهاش. الموسم بالنسبة لك يعني انتهاء بطولات. يعني حضرتك كن لعبت السوبر في بداية الموسم اللي هو ما انتهاش، ولعبت كاس مصر ولعبت الدوري. يعني الموسم لم ينتهي. رد عليك انا قلت سالته هذا السؤال امبارح، ما هكمل بخلص. فقال لي اصل هو طالما فتح باب الانتقالات في موسم جديد يبقى كده موسم جديد. ده مش مكتوب في اللائحه، ده اجتهاد من الكابتن عمرو حسين. مش مكتوب في اللائحه؟ مش مكتوب في اللائحه قولا واحدا، وهقرا لك اللائحه دلوقتي. هل اذا ده فكره هو من غير ما حد يعني مش هو مكتوب لو باب الانتقالات اتفتح يبقى موسم جديد؟ لا خالص. تمام، مش ده الكلام. بص، المفترض الرئيس لجنه المسابقات يبقى مذاكر لائحه المسابقات. طب ايه هي لائحه المسابقات وعرفتها معاك قبل كده؟ هي عقد اتفاق ما بين اتحاد كره القدم وبين الانديه، عقد اتفاق. ده احنا بتبعت لنا كل سنه اللائحه دي تبعتها والانديه بتوافق عليها او تقول ملاحظاتها ويتم تعديلها او لا يتم تعديلها، وده عقد الاتفاق اللي بيني وبينك. طب معلش انا بخليني اناقشك بس ما تقعدش تتنرفز عليا، خليني اناقشك. انا دلوقتي بيقولوا لي مثلا الحاج عامر حسين قد يكون عنده حق في حاجه، ان هو انا هقرا المواد دلوقتي هقول لك. طيب هقول لك، بيقول لك طالما انت فتحت باب الانتقالات في موسم جديد بتسقط الانذارات. ده مشكلة المهندس عامر حسين، مش مشكلة النظام. يعني السيستم طالما لا ملهاش دعوة بالسيستم حضرتك. الفيفا انذاراتك اللي فاتت كلام كذب مش صحيح. كلام كذب صحيح. حضرتك لما تعمل لائحة يبقى حضرتك تقول الموسم يبدأ بفتح القيد وينتهي بإغلاق القيد. تمام، أو فتح قيد الموسم الجديد. تمام، ده مش موجود. تمام، ومش موجود في أي نظام في العالم حتى في الاتحاد الدولي. تمام، يعني أنا جاي النهاردة أنا سمعت مكالمة المهندس عامر حسين امبارح ويعني استغربت. انت المفترض بقالك 15 سنه 13 سنه بتدير مسابقات كره القدم في مصر، يبقى ادرى بالامور من اقدر مننا واكثر خبره مننا، قريت اللوائح، اطلعت على مسابقات الموجوده في الاتحاد الدولي، على مسابقات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، ما فيش الكلام ده خالص. ما فيش حضرتك ان انا الدور ال 16 يبقى موسم جديد. مين اللي قال الكلام ده؟ ده كلام غريب. على فكره لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي لو عرفت اللي بيعمله الكابتن عامر حسين اعتقد هيكون في لوم على الاتحاد المصري. هو اللي انا اتكلمت فيه امبارح، ما انا قلت له برضو ان ازاي مثلا بتروجيت مثلا هتلعب دور الاربعه
تمام. هي مش هو ده الموضوع يا كابتن خالد. لا اسمع بقى، الاتحاد وبتروجيت وصلوا دول 4 بالظبط، فبالتالي لعبوا دور ال 16 ودور ال 8. صحيح. طب ما هو في دور ال 16 وال 8 دول في لعيبه من الاتحاد وبتروجيت خدوا انذارات ما لعبوش دور ال 8. صح. انت دلوقتي خليت اللي هو في دور 16 يلعب، يبقى في ظلم، انذارات اتشالت اللي هي في ماتش الاهلي اللي فات والزمالك، في ظلم، انت مسبوع، في ظلم من اداره لجنه المسابقات، مفيش عداله كده، مفيش عداله. الحاجه الثانيه، المهندس عامر حسين يتعمد دهس اللائحه. ثاني، يتعمد دهس اللائحه. واحد، في 3 قوائم لعب في كاس مصر، قائمه الصيف الماضي اللي هي بدايه الموسم الجديد، صحيح، قائمه الشتويه، قائمه الصيف الحالي، صحيح. ايه ده النظام ده؟ ده دليل على ان في فساد في لجنه المسابقات. ما ينفعش العب مسابقه بثلاث قوائم، ما ينفعش، ما فيش دوله في العالم بتطبق ده. وبعدين قبل يطلع المهندس عامر حسين يتكلم مع الناس يقول لهم كده، هل الموسم انتهى؟ لا ما انتهاش. طب مباراه السوبر اللي جايه بين الاهلي والزمالك، هل بدايه موسم جديد؟ لا اطلاقا، دي مباراه مؤجله. هو ربط كل حاجة بفتح باب الانتقالات في الموسم الجديد، لان هو توهم ان الناس ذاكرتها ضعيفة، توهم ان الناس ما عندهاش اللائحة. انا سألته حتى، طب ما انت فتح، ما في انتقالات شتوية فتحت وفي اندية لعبت الدور الاول في بعد الانتقالات الشتوية، فقال لي لا، من انتقالات شتوية عادي. هو يقول اللي هو عايزه، بس احنا نقول الحق. طب ايه بقى عندك اللائحة؟ اللائحة، تعالى يا سيدي، اللائحة بعد نهاية، عاوز اتكلم على الانذارات طبعا. ان الموسم بالنسبة لنا بيتكلم على الموسم يبدأ بمسابقاته اللي هي الدوري الممتاز. هتقرا لي من الورقة؟ هقرا لك من الورقة. يدير الاتحاد المصري لكرة القدم. عايز نظرة؟ لا 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 بجد. انا عيني ضعيف. خد احسن، خد احسن، اتفضل، هتبين لك اكتر، بس دي كبيرة قوي يا خالد. لا كويس. يدير الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقات سنوية يطلق عليها مسابقة الدوري الممتاز. تمام. ماشي، أقسام متعددة، ومسابقة كأس مصر ومسابقة كأس السوبر المصري. المادة 26. يعني حضرتك بتعمل مسابقة لها بداية ولها نهاية. أنا جايب لك على الشاشة أهي. لها بداية ولها نهاية. المادة كام؟ 26. المسابقات. ما قالش اللي هي الثلاث بطولات. تمام. السوبر والدوري والكأس. تمام. دول لهم بداية ونهاية. تمام. إنما تربط للمسابقات بفتح القيد وقفل القيد، حضرتك انت بتدهس اللوائح. تمام. حضرتك مش فاهم يعني ايه لوائح. انا جاي النهارده عشان اوضح للناس انك انت ازاي عندك لائحه وانت بتدهسها قدام الناس. تمام. على الهوا دهسها معاك. كمل. دي الماده كام؟ الماده 26. تمام. تعالى اتكلم هو على الماده 30. اللي بتفضح كل الكلام اللي قاله امبارح، وقال لك الانذارات تتشال وده كلام باطل والمفروض يتحاسب رئيس لجنه المسابقات. طب الماده 30 هي عشان بتقول ايه بقى؟ الماده 30 تجمع حالات الانذارات والطرد التي توقع في مسابقات الدوري العام. خليك ركز معايا يا خالد. مسابقات الدوري العام وكاس مصر وكاس السوبر كمسابقه واحده. تمام. الثلاثه مسابقه واحده. تمام. ماشي. ويوقف اللاعب الذي يطرد من المباراه في اول مباراه تاليه للمباراه التي طرد منها، او استكمال عدد الانذارات المقرره لوقفه في اي من تلك المسابقات. تمام. يعني حضرتك خدت انذارات، ثلاث انذارات في الدوري تتوقف في السوبر. ثلاث في الكاس تتوقف في الدوري. بالظبط. طردت في السوبر تتوقف في الدوري، طردت في الدوري تتوقف في الكاس. الكلام اللي قاله المهندس عامر حسين له كل التقدير والاحترام لا يتفق، وصحيح اللائحه اللي وافقت عليها الانديه. هل حضرتك عملت لائحه تفصيل من عندك وطالع تقول كلام غير الموجود؟ طب ايه خلافه في الكلام ده؟ وما هو قال لك برضه ان الانذارات اللي خدها السوليه ورمضان صبحي دي اترفعت عشان بدأنا موسم جديد. انت عشان تقول بدات موسم جديد يجب ان تكتب في اللائحه ان الموسم يبدا بفتح باب القيد، الموسم اللي يبدا وفتح باب القيد الموسم الجديد. لا طبعا، الموسم لم ينتهي. هو بيتكلم على مباراه مؤجله من سبتمبر الماضي بتاع 2018. ان هي السوبر اللي جايه، ان هي بدايه موسم. انا فاكر السنه اللي فاتت كان طارق حامد ومحمود علاء خدوا 3 انذارات تقريبا في نهايه موسم، والموسم اللي بعديه توقفوا اول ماتش كان ضد بتروجيت تقريبا. انا شايف. وبعد كده ستانلي برضو في مره، ستانلي ومؤمن زكريا، كان مؤمن زكريا خد انذار ثالث فاتحسب انذارين اللي فاتوا في موسم قديم والانذار الجديد، وكان ستانلي خد 3 انذارات في وادي دجله. فما راح الزمالك راح توقف اول ماتش كان في ماتش السوبر. طب ايه اللي غير الحال بقى؟ اعتقد ايه غير الاحوال؟ الحاجه الثانيه، لا بس هو يعني واحد، ان مباراه السوبر اللي جايه مش مباراه موسم جديد ولكنها مباراه موسم لم ينتهي. الموسم لم ينتهي،
لما يقول لي اصل فتح باب القيد عشان فتح نظام السيستم اللي هو تي ام اس اللي بتايد من خلاله اللعيبه اللي انت جايبها من بره ومن خلال الاتحاد الدولي ما بقاش دلوقتي القيد من خلال ورق تبعته، لا بيبقى نظام السيستم ده ملوش علاقه ببدايه موسم ونهايه موسم. حضرتك عايز تفصل في الموضوع ده، لجنه الانضباط تفصل لك ده، لجنه مسابقات الاتحاد الدولي تفصل لك ده. كل الكلام اللي قاله المهندس عامر حسين ليس له علاقه باللائحه. الماده جيم. طب هات لي النضاره بطاريه انت مش بتستعملها لو سمحت. لا استنى بس. لا ماشي خلاص. بس عايز اقول لك حاجه. استنى بس. عايز اقول لك حاجه لو هو بمنطق الحاج عامر ان فتح باب، طب ما انا انتقالات شتويه انت بتفتح برضه وبتلعب يعني في انتقالات شتويه بتفتح برضه. السؤال يا خالد صفقات الدور بالظبط الدور الاول. انا نضارتك خالد بس انا السؤال اللي عاوز اساله، هل الموسم انتهى؟ السؤال الموسم لم ينتهى. لا هو طبعا الموسم لم ينتهي. يعني انت عندك الموسم بينتهي، يعني الموسم هيبتدي مع بدايه الدوري 19/9 ده الموسم الجديد اللي هو الموسم الجديد مش كاس السوبر. لا ما انا عارف كاس السوبر ده القديم مؤجل. ماشي ممكن يا سيدي يقول لك السوبر اللي فات. ما يقولش احنا مش قاعدين في يا سيدي. لا يا سيدي انا لا هقول لك حاجه بس، يعني ممكن يقول لك السوبر ده يا سيدي احنا لغينا السوبر السنه اللي فاتت. لا يطلع بقرار. ما هو انت السوبر هتلعبه بين الاول الدوري وثاني الدوري، الاول الدوري برضو الاهلي والثاني الدوري الزمالك لان ما فيش كاس، فممكن يلعب السوبر بتاع السنه دي مش مشكله. لكن لا كاس مشكلة. مصر ده مشكلة. المؤكد ان كاس مصر ده بتاع السنه اللي فاتت. ما هو موسم لم ينتهي اللي ما انتهى. ماشي وبعدين انت على خالد عاوز تقول ممكن احنا مش قاعدين. انا باكد لك ان كاس إذا مصر كان ده هو كاتب ان كاس مصر والدوري والسوبر مسابقات موسم صح. مسابقات موسم يبقى ده ما ينفعش نقول الموسم ده في الموسم ده ما يطلق. كل كلام الكابتن عمرو حسين انا احترمه واقدره لكن بعيد عن اللائحه ويخالف لائحه او عقد الاتفاق بين الانديه واتحاد كره القدم. الجزء او الفقره اللي اعتمد عليها يا منتصر المهندس عمرو حسين عشان يبرر مواقفه او مجاولاته المفضوحه هقراها للناس. الفقره جيم بعد نهايه الموسم. بعد نهايه الموسم اذا كان لدى اي لاعب انذارات لا تستوجب الايقاف فان هذه الانذارات تسقط بنهايه الموسم. تمام. نهايه الموسم ايه هو نهايه الموسم؟ نهاية الموسم ان الدوري ينتهي والكاس ينتهي والسوبر ينتهي بس. انما ما قالش فتح القيد صح، ما قالش اخلاق قيد. هو بقى كل الكلام ده المشرع بقى يعملها على مزاجه كده، يعني كده الحاج عامر بيعملها بمزاجه. لا كده هو بيخالف اللائحه. ما هو اللائحه بتقول نهايه الموسم بنهايه الكاس والدوري. الماده 26 بتقول لك ايه هو الموسم. الماده 26 بتتكلم عن الموسم مسابقات الدوري والكاس وكاس السوبر. يا حاج كنت اقول لك حاجه عبشه وربنا يكتبها لنا جميعا تاني يا رب. لكن انا عايز اقول لحضرتك في ايه، ان حتى في معنى القيمه والمعنى ان انا ما اكون عندي عقد في اتحاد الكوره بيقول ان نهايه تعاقد اعاره رمضان صبحي من النادي الانجليزي الاهلي يوم 30/6 يبقى بتنتهي وبيبتدوا يعملوا يدخل قائمه جديده. قائمه جديده يبقى لازم طالما انتهت اعارته يبقى لازم يبقى في بدايه موسم جديد يخش رمضان صبحي. أيوة. ما يقدرش يلعب اهلي وزمالك لان انت ما بتيجي تجدد تعاقد مع بدايه الموسم الجديد. لكن سمحوا برضو لرمضان صبحي. ما هو دي فيها بطلان يا خالد. ما انا بقول لك كل حاجه ماشيه كده يعني. لا مش كل حاجه. احنا لو خلينا كل حاجه ماشيه كده يبقى خلاص اعملوا مسابقه وادوا الدوري للاهلي وخلاص الزمالك يلعب في حته تانية. يعني حضرتك بتؤكد ان من المفترض ان لو هو كلام الحاج عامر حسين بيقول هذا الكلام يبقى يكتب في اللائحه ينتهي الموسم بفتح باب القيد بالزبط. في الموسم الانتقالات الصيفيه. لكن حضرتك اللي مكتوب ان الموسم بيحتوي على دوري وكاس وسوبر وينتهي الموسم بنهايه المسابقات. بنهايه المسابقات والمسابقات لم تنتهي. الاثنين ما انتهوش لكن في النهايه بيتشال الانذارات وحتى شل يعني حتى اتكلم معاك امبارح على انذار السوليه ورمضان. لا يا حاج عامر حاج عامر انت حضرتك بتدهس اللائحه اللي انت معاك اللي انت شايلها تحت باطك وعملت كل الناس. الموضوع ده حصل مع مؤمن زكريا برضو من سنتين. ما هو ما ينفعش يا خالد ولعب برضو ماتش الاهلي والزمالك. عداله تخص الاهلي يا استاذ عبد الشافي. اللوائح عندنا للاسف الترزيه بتوع اللوائح بيبقى ما فيش ترزيه. اللوائح واضحه بيبقى مفصلين برضو احيانا بعض اللوائح فيها جمل مطاطه بمعنى يتم استخدامها عندما تقتضي مصلحه النادي الاهلي ويتم برضو ايضا دهس بها بقيه الانديه. وده اللي بيخلي النادي الاهلي في هذا الملف تحديدا دايما بيستفاد من هذه الثغرات والعورات الموجوده في لوائح اتحاد الكره. طب عايز اقول لكم بس معلومه. مفيش عورات على فكره في اللائحه واضحه. نرجع تاني بس لحسن وليد قداح
بص القصه، طبعا الاستاذ ابراهيم قفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان في النادي من الصبح في نادي الشمس، ورئيس الجهاز والمدربين اساسا بتوع النادي الاهلي بالظبط. اديك بقى العاب صالات الاهلي بتقول ايه، دي الصفحه بتاعت العاب صالات الاهلي. العاب صالات الاهلي بتقول لو احنا بندور على تكوين فريق المستقبل فلازم حسن وليد يكون واحد من ضمن خطتنا، لاعب مميز على المستوى الهجومي وممتاز على المستوى الدفاعي، بيمتاز بالتسديد من التسعة متر وطوله يتعدى الاتنين متر، يعني هو 2 متر 3 زي ما انا قلت، الفوت ورك بتاعه فوق الممتاز، لاعب لا تخطئه العين من اول نظره، فضلا بص الحته دي بقى، فضلا عن كونه اهلاوي من صغره، مع ان هو كاتب هو انا سمعته على فكره. يا ترى هنشوف استرخاص تاني من جانب فرع اليد بالاهلي ورفض دفع الفلوس المطلوبه في اللاعب وتركه بسهوله ينتقل للمنافس، التعاقد مع حسن وليد ضروره في ظل انه ممكن يدي لعشر سنوات قادمه، يا ريت نشوف تحرك في هذا الملف بجديه اكثر. الحمد لله اللاعب في نادي الزمالك خلاص. الملف ده تحديدا نازل حزام شاف، كمان عايز اقول حاجه فيه انه كمان المستشار مرتضى منصور وتحركه السريع وانه بعت الفلوس لنادي الشمس ده لعب دور كبير جدا انه يحسم الصفقه. عايزين نقول انه مجلس اداره نادي الشمس اداروا هذا الملف باحترافيه جدا، زي ما قلنا لو تسمح لي نقول اسمائهم الناس اللي كانوا موجودين النهارده اللي هم اخذوا القرار المحترم ده جدا لمصلحه ناديهم الاول ومصلحه اللاعب، بدايه من الدكتور اسامه مزيد رئيس النادي، مرورا بالمهندس حاتم الناقه نائب رئيس النادي، مستشار محسن عبد القادر امين الصندوق، وايضا دعاء هشام بركات نجله النائب العام هشام بركات في المجلس، في كريم مسعود ايضا، في الكابتن شيدو، في الكابتن تامر علي المدير التنفيذي لكل الاحترام، وفي كابتن هاني شاكر على التليفون، وفي طبعا ده حاجه حبيبي كابتن هاني والله بيبقى شرف لينا الفنان الكبير يبقى معانا على التليفون. يا حبيبي ازي حضرتك؟ مساء الخير يا خالد، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام العزاز على قلبنا كلنا كزملكاويه، واحنا بنرحب بحضرتك وشرف لينا دايما ان يكون فنان امير الغناء العربي معانا على التليفون. ربنا يخليك يا خالد يا حبيبي، ما يحرمني منك ابدا. على فكره ليك حضرتك اغنيه انا بسمعها كل يوم. لا والله يا والله ايه يا ريتك معايا يا حبيبي. لا والله طبعا فاكرها. انا كل ما استضيف اسمه ده كل ما استضيف يا حبيبي كل ما استضيف الاستاذ هشام صادق بعد ما استضيف واروح البيت اسمع اغنيه غلطه وندمان عليها. هقول نسيانك الزهاني، هقول نسيانك صادق. بحب الاغنيه دي جدا. علي علي الحكايه علي. يا ريتك معايا يا حبيبي اغنيه عاطفيه رائعه رائعه. حبيبك راح فين؟ لا انا اولا عايز ابارك لك ب يعني اكتساحك الانتخابات طبعا نقابه الموسيقيين، انت تستاهلها. وبقول برضو الاستاذ مصطفى كامل هارد لك، وطبعا هو صديق وكلنا بنحترمكم كلكم، ولكن طبعا يعني الانتخابات كانت واضحه جدا فوزك بيها وبنتيجه كبيره جدا يعني فاقد الالف صوت، فبنبارك لك وبنتمنى لك دايما التوفيق الفتره اللي جايه، وبنقول لاستاذ مصطفى كامل هارد لك وربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله. الف مبروك يا استاذ. الله يبارك فيكم يا حبيبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. والحقيقه انا بشكر الجمعيه العموميه على ثقتها الغاليه وعلى الفارق الكبير في الاصوات اللي كان واضح جدا جدا ولم يحدث في تاريخ انتخابات النقابه ان يكون بين الاثنين مرشحين فرق 1000 صوت، وده شيء انا بعتبره وسام على صدري والله بجد، ثقه الجمعيه العموميه. وربنا يقدرني انا والمجلس الفتره دي ان شاء الله نقدر نحقق انجازات تفوق ما حققناه الفتره ان شاء الله باذن الله. باذن الله ونبقى ماشيين زي الزمالك كده، ما هو بيفرحنا على طول كده، ان شاء الله نقدر نفرح اعضائنا في النقابه يا رب، تبقى حاجات جميله يا خالد ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ومبروك طبعا اللعيب الجميل بتاع النهارده. يعني انا قاعد حبيبي جنب شريف بيقول لي ده لعيب هايل، هو كان شافه امبارح في حسن وليد صفات كده، بيقول لي بسم الله ما شاء الله لعيب رائع. لا ده لعيب مش عايز اقول لك حاجه يعني اكثر من رائعه يعني. انا الحقيقه ما شفتوش يعني، لكن فعلا بعد ما اتفرج عليكم هشوف، هقعد يعني اشوف له لو فيديوهات او كده. بسم الله ما شاء الله يعني الولد سنه صغير ولعيب بسم الله ما شاء الله امكانياته البدنيه رائعه وهداف يعني. انا يا ريت تجيبوا لي، بس انا بعت لك يا كريم صورته مع احمد الاحمر هتشوفوا فرق الجسم عامل ازاي. احمد هو بنفسه العطار
حبيبي على فكره، على فكره واسمه ايه اللعيب؟ حسن وليد قداح. حسن، حسن وليد، حسن نفس نفس طول يا خالد وطولك بالظبط. اه لا لا انا ما فيش حد طولي. لا قاعده بتغزني يا خالد. طولك يا سلم لي عليها قوي على فكره، سلم لي عليها قوي. يسلمك يا حبيبي، سلم لي عليها وربنا يوفقها. هو نفس طولنا يا خالد انا وانت بالظبط. لا حضرتك، حضرتك لا هي هي عامه البني ادم مش بطوله ولا بعرضه، البني ادم بقيمته، وانت قيمتك كبيره جدا جدا عندنا حبيبي وحبيب الكل والله، كل الوطن العربي كمان، عظماء العالم قصيرين يا استاذ. اه استاذ عبد الشافي الصادق برضه من ضمن زعماء العالم، عظماء العالم قصيرين يا استاذ كده والله يا استاذ بيقولوا كده بجد. لا لا بجد، نقول لك اسماء، نجيب محفوظ كان قصير زي كده. استاذ هاني ايه رايك في ميتشو كمدرب، مبسوط بيه ولا؟ والله بص هقول لك، يعني يعني انا لما اما جت اخبار على المدرب الصربي الاولاني، انا اللي هو ضرب في اسرائيل ده الكسندر وكتبوا وكتبوا السيره الذاتيه بتاعته، انا ما حسيتش ان هو مدرب يعني يعني فلته بصراحه، وبقيت مستغرب على اي اساس اللجنه هو رئيس نادي الزمالك وافق عليه. يعني يعني انت ما قعدتش في اي نادي شهرين على بعض وما اعرفش ايه وكده يعني. لكن ميتش الحقيقه لا مدرب هايل، مدرب لعب في افريقيا كتير، عنده خبرات طبعا. وده اللي ده اللي النادي محتاجه. انت النهارده لو انت مركز مش بس على دوري وكاس في مصر، لا انت مركز كمان على بطوله افريقيا. فيبقى لازم المدرب يبقى عنده خبره في الموضوع ده. فانا لا انا حاسس ان المدرب عنده شخصيه، بسم الله ما شاء الله، يعني مجلس الاداره والمستشار مرتضى مدين له يعني يعني جواهر في الملعب مش لعيبه بجد يعني، كل واحد ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب، ربنا يوفقه ويقدر حقيقي بقى يعني ما يقعدش ناس كتير تصدي، وما يلعبش ناس كتير يتعبها بدنيا. صحيح لا عنده خلاص بقى، ده عنده مجموعه، ده انا كل شويه كل شويه عايز اتفرج على لعيبه جديده. ايه رايك في اشرف بن شرقي، وايه رايك في مصطفى محمد اللي رجع تاني، وايه رايك في كريم بامبو وشيكابالا؟ لا شيكابالا كمان ده حكايه تانية ده يا خالد، حبيبك ده يعني طبعا حبيب الزملكاويه. حبيبي وحبيب كل الزملكاويه بجد. وبعدين عايز اقول حاجه، هو في الزمالك بيلعب غير ما بيلعب في اي حته. طبعا، لانه ده النادي يعني اللي وهو لعيب ما بينفعش يلعب غير في نادي جماهيري والناس بتحبه، ودي حقيقه. لا بص كمان يا خالد، شيكابالا اهو نفس طولي اهو، بص نفس طولي يا فنان اهو. احمد الاحمر جامد يعني، احمد الاحمر طويل يعني، احمد احمر طويل على فكره، حسام متنقله فينا كده يا خالد. احمد الاحمر حاجه 180، احمد الاحمر انا باجي على نص احمد الاحمر. احمد الاحمر اسطوره كمان. بس احمد الاحمر اسطوره برضو، احمد الاحمر مش جايب دماغه حتى. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، الله اكبر، ربنا يحميه يا رب. يا رب يحميه ويحفظه ويخليه لمصر كلها والله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فبقول لك نرجع لشيكابالا. شيكابالا من الناس واللعيبه اللي بتحب النادي، اللي متربيه في النادي. صحيح صحيح. لما بتلعب في النادي اللي انت بتحبه يا خالد، بتحس انت بتطلع منك حاجات ما بتبقاش موجوده لو انت بتلعب. بص اللي يخش جوه نادي الزمالك يحبه، وانا حتى في لعيبه يعني فرجاني ده بقى واحد تاني في نادي الزمالك بالظبط، يعني بقى تحس ان هو ايه مولود زملكاوي. انا شايف ان اشرف بن شرقي هيبقى كده. كريم بامبو رغم ان هو في الاهلي، انا بقول لك كريم بامبو قابلته مرتاح جدا ومبسوط، وقال لي انا هعمل حاجه. مصطفى محمد يعني ابن نادي الزمالك، لا اللعيبه حمدي النجاز بسم الله ما شاء الله، غير يعني حمدي النجاز الناس ظلمته السنه اللي فاتت بسبب انه مجهد. الراجل طلع عينه خلاص مش قادر. السنه دي بادئ موسم كويس جدا، اكيد مفتاح لعب من ماتش الاهلي. ماتش الاهلي كان مفتاح لعب، وماتش ال هو فريق الصومالي بالظبط. وخالد بن شرقي كمان اراك ال يعني يعني الماتش اللي لعبه الاخراني ده، تحس اراك كانه متربي في نادي الزمالك. والله لايق على اللعيبه وعمال يبقى يحضن في شيكابالا وعمل باصات وبالظبط كده، وشوف عمل كام اسيست، حط كام لعيب قدام الجول. صحيح صحيح صحيح. لا كلهم بصراحه مجموعه لايقه على بعض. اتفرجت على ماتش الاهلي وبيراميدز؟ ايه ده؟ اتفرجت على ماتش الاهلي وبيراميدز؟ لا للاسف انا كنت في الـ في الـ
بالنقابه كان عندنا كتير. مين اللي قال لك النتيجه طيب؟ بعد ما خلصت بقى لقيت النتيجه طلعت. زعلت ولا فرحت؟ والله بص هقول لك حاجه. لا انا بسألك. لا هقول لك والله بكلم بجد يا خالد. زعلت عشان شريف اكيد زعل. عشان ابنك. عشان ابنك. والله. طب والنقابه اللي معاك بقى الاهلاويه اللي معاك في النقابه عملوا ايه؟ لا بهدلتهم. بهدلتهم. الله النقيب بقى. حبيبي يا كابتن هاني. حبيبي يا استاذ. حبيبي ربنا يسعدك يا حبيبي يا خالد. حبيبي بشكرك جدا يا حبيبي. نجاح لنجاح وعقبال قناه الزمالك الجديده قريب باذن الله. وغنوتنا عايزه تصوير حلو يا خالد لو سمحت. زي ما وعدت. حبيبي بشكرك يا جميل. بشكرك باشمهندس. الله يخليك يا حبيبي. بشكرك يا حبيبي. نرجع لك تاني. رايك كان بيتكلم على فكره ميتشو. فاكر لما مصطفى مرتضى قال الكسندر وكده وبعد كده ولعب الناس كلها بس مصر كلها شتمت. كانت بالون الاختبار للاسف ببعض من ينتموا للنادي الزمالك شتم شتيمه 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 لغايه ما ايه راح جه ميتشو ده فحصل لهم نوع من الصدمه. يا نهار ابيض ده احنا خلاص كده كشفنا. بانت قوي. كان بالون اختبار. بانت قوي انها بالون اختبار. انها كانت لحظه فارقه بتبين قد ايه انه النهارده في ناس حقيقيين بيحبوا النادي والناس اللي ما بتحبش النادي ظهرت. عملت بالظبط زي فتره ده. في عملوا حملات على ده كانها فتره الاخوان. عارف حضرتك لما الاخوان جوه في المشهد السياسي ناس كتير ما كانتش بتصلي فقالت لك دي الناس دي مكمله اركب على الموجه كلنا اخوان. فطلعت لها الدكتور علاء صادق اللي عارف في قدر دلوقتي طلع اخواني وانا مثلا كان معايا في الاخبار عمري ما شفته ركعها. اقسم بالله كان في واحد صحفي كبير يعني ربنا يمسيه بالخير بس هو مال الاخوان بالركعه يعني كلنا بنصلي الحمد لله. ماشي التدين ليس له علاقه بفكره ان ما لهوش علاقه يعني مش اخواني يبقى لازم يصلي بس لا ولا لازم يعني انت دخلت يعني ان انت تصدر الناس ان انت متدين يعني تصدر الناس انك متدين. زي اخ النهارده يعني عفوا هخرج من الموضوع ده بيصدر دايما من خلال احاديثه على الصفحه الرسميه بتاعته هو مش لاقي شغلانه فبيشتغل دلوقتي على اليوتيوب. فدايما بيصدر للناس ان هو الرجل الواعظ الديني اللي بيكره السب واللعن. النهارده خرج علينا وكانه فقد عقله تماما. وقعد يتكلم في هراءات ويشتم ويسب ويلعن ويخوض في اعراض ويتحدث عن امهات وعن اباء. انا عايز اقول له بس من خلال المنبر ده احنا ما بنتاجرش. والله العظيم ما بنتاجر ولا حد بيقول لنا قولوا ايه ولا ما تقولش ايه. وعشان النهارده كنت ناوي اتكلم عنك مش هتكلم عنك احتراما لهواء هذا البرنامج واحتراما لانه الواحد مش دي طبيعته ولا تربيته. وبعدين انا صعيدي من هنا وما بخافش. وفعلا النهارده انت استفزتني في فيديو انك انت كنت بتتكلم باسلوب ديني ودخلت معاك راقصه على اللايف فابتديت تتعاطى معاها وتقول لها يا سما وتعالي من هنا يا سما واللي يقول لها كذا. فما تجيش النهارده تطلع فيديو تشتم الصحفيين اللي بيشتغلوا في برنامج الزمالك اليوم وكاننا بنغتابك. احنا ما قلناش حاجه غلط. احنا علقنا على هذه اللقطه فقط. بص يا منتصر ما قلناش حاجه. اسمح لي منتصر عشان بس خلينا نكمل بس بعد برنامج الزمالك اليوم واجع ناس كتير قوي بغض النظر. مش دي الفكره. الفكره هي دي الفكره انك انت النهارده ما تجيش تقول انا اصلي مش عارف بكره فلان عشان بيسب ويلعن وانت النهارده بتسب وتلعن لمجرد انك انت قلت انا عايز تتعاملوا كصحفيين وتجيبوا معلومات مصادر. انا اتصلت ببعض الزملاء اللي كانوا بيشتغلوا مع حضرتك وعز الجلال الله يا استاذ ابشار لو انا قلت في الورق ده الناس دي ما هتنزل من بيتها اقسم بالله. بس انا والله يا كابتن خالد ببص لها من منظور ممكن يبقى انا منتصر وحش بس ايه ذنب ابني او بنتي تسمع ان ابوها وحش. فرأفة باولادك سطر مؤمنا ستراه الله يوم القيامه. احنا مش كده. لا حد قال لنا كذا ولا اساسا مرتضى منصور محتاج ان يقول لنا قولي كده لان مرتضى منصور لما بيحب يقول حاجه بيطلع يقولها. لا محتاج استاذ عبد الشافي يقولها ولا محتاج منتصر يقولها. وبعدين النهارده في مشكله. اي خناقه في الدنيا يا استاذ كابتن خالد ليها بدايه ونهايه. نتفق او نختلف على مرتضى منصور انه في اغلب الاحيان بيكون رد فعل. حتى لو هو بدأ المعركة وصلت له حاجة غلط وبدأ معركة بس بيقول كلمة انت رديت خلاص بتخلص. انت مكمل في الخناقة ليه؟ انا ما بتأجرش والناس اللي مأجرك عرضت عليا اشتغل معاهم وانا رفضت. فياريت بس كل واحد وسهل جدا
انك تطلع لايف على صفحتك الفيسبوك ده على راي المستشار مرتضى يعني حاجه عايز اقول لك حاجه سهله جدا تطلع تعمل لايف على الفيس وتقول وتسب الاب والام بس دي مش تربيتنا ومش اخلاقنا عايز اقول لك بس حاجه والدتك لسه متوفيه وانا معزيك فيها فعيب ان انا ارد لك الاهانه بالاهانه يعني. الله يرحم الجميع يا رب بس انا عايز اقول لك حاجه ان إيه ما بتيجي تشوف مثلا المستشار مرتضى بيقول لك ده بيسب الام هو طبعا المستشار مرتضى يقول لك وحياه امك بس ده مش سب يعني. بس وات ايفر يعني ده قسم على ده بس انا بقول لك بس انا بقول لك للاسف عندنا في مصر ما تقول وحياه ابوك فبتروح حاجه حلوه لو قلت وحياه امك يبقى كده سب يعني الام اغلى من الاب يعني يعتبر الاب والام غاليين بس الام يعني اقسم بالله انت اي فيديو تفتحه ضد الزمالك وش مش ضد الشخص لا بس انت ضد الزمالك النبي يا اخي منتصر ما فيش حاجه حلوه شايفها في الزمالك هذا الشخص لا يستحق الكلام عليه كتير لا انا عايز اتكلم بس على الصفحات يا خالد الله يخليك اتفضل انا عاوز اتكلم على موضوع غيظني بقاله كام يوم اتفضل الموضوع اللي غيظني ان الزمالك مستهدف اعلاميا خلاص ده واضح بقى ماشي لما جه الكابتن طارق يحيى وقالوا مدير فني مؤقت لقيت حتى اعلام المملوك للشعب بيتكلم بالمساله ويهاجم نادي الزمالك ويهاجم مستشار مرتضى منصور طب يا جماعه طب ما الكابتن محمد يوسف جاي مدير فني مؤقت انا ما شفتش واحد كتب يعني انا شايف المساله فيها نوع من عدم الموضوعيه مش هقول حياديه عدم الموضوعيه ما تزعلش مني اقول ما تزعلش مني قول النهارده في الاهرام وهي جورنان بتاعك يعني وكلنا بنحبه وبنحترمه يعني صراحه لقيت يعني يمكن لو كريم معاه الصوره لقيت مقاله كبيره جدا يا استاذ عبد الشافي بص مكتوب فيها ايه لماذا قفزت بص اهي على الشاشه لماذا قفز السربي من سفينه القراصنه وسائل اعلام بجنوب افريقيا تصفه بالمدرب الخائن على فكره إيه؟ المجله اللي تم نقل هذا الموضوع منها مجله مفبركه على على السوشيال ميديا يا سيدي ماليش دعوه بس انا بقول لك عليك بس المفروض ان ما اخدش موضوع زي ده والذئب متشو طب انا عايز اسال سؤال هو يا جماعه في 100,000 مدرب ساب النادي وترك النادي اللي هو لو عليه شرط جزائي لو ما عليهوش شرط جزائي بيمشي يعني ايه اعمل مقاله عن مدرب جاي يضرب الزمالك ساب جنوب افريقيا فانا زعلان عشان جنوب افريقيا يعني وانا زعلان عشان جنوب افريقيا ده الاستهداف اللي بقولك عليه الحاجه الثانيه هلا حضرتك ما قراتش جون افريكا وكاتبين على ميتشو صائد البطولات لا دي ما تتنقلش بقى ما تتنقلش ها طب حضرتك قال ايه مصلحه يعني ايه مصلحه اللي هروح الاهلي طيب انت اتكلمت في الزمالك قاعد اقول لك ده الاهلي هيخطف لا على فكره اعترف بميتشو بيها انه كلموه هو اول ما جه المطار لا انا عرفت بقى لان محمد عراقي كلمني امبارح اللي هو كتب الخبر قال لي وهو صحفي محترم جدا وشاطر شاطر قال لي خالد قال لي بص قال لي يا كابتن خالد انا كتبت العنوان مكتوب الاهلي مفاجاه الاهلي بيفاوض ميتشو وكتب جوه بقى قال لي انت قريته جوه قلت له لا ما قريتش جوه اللي مكتوب جوه ايه ان فعلا الاهلي كلم ميتشو وفعلا الاهلي كلم ميتشو وقال له انا احنا عايزينك وما تمضيش وهنرد عليك خلال ما اعرفش ايه فميتشو قال لهم لا انا اسف ما ينفعش انا اتفقت مع ناس انا خلاص اتفقت مع ناس زي ما كلمه حسن وهو ان هو مش هيروح الاهلي ولا حاجه بس هو الصحفي العنوان بيقول كده لكن اللي مكتوب جوه ما معناه ان هو لا هو مش رايح الاهلي خالص هو بلغ اللي اتكلم معاه باسم نادي الاهلي بلغه قال له انا اديت كلمه وقعدت زي حسن وليد كده بكلمه حسن وليد ده شيء وارد طب شوف الثانيه بقى حضرتك قريت الحوار بتاع الكابتن سمير عثمان في الاخبار لا. عندكم لا. لما سئل قالوا له انت كنت تشتغل في قناه الاهلي وانت اهلاوي قال لهم ايه يعني وزير الشباب والرياضه حسن صقر كان زملكاوي والكابتن طاهر ابو زيد كان اهلاوي يعني اعترف يعني اعترف ان هو اهلاوي حوار منشور عندكم في الاخبار مش مشكله انه يعترف فاذا المشكله انك انت ما تطبقش العداله على الفرق والانديه ما ينفعش النهارده انت تتصل بالكابتن اسلام الشاطر ويطلع على الهواء يقول تقول انا مالي انا يقول لك ده انا وصلني انه مش الكابتن سمير عثمان هو اللي اختار جهاد جريشه وانا عايز اعرف مين اللي اختار انت تعرف مين اسلام الشاطر مع خالد لا 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 المفروض الاهلي الاتحاد الكوره او لجنه مسابقه يا باشا يا باشا مش ده السؤال هو اختيار جهاد جريشه للمباراه دي اللي هو احسن حكم في مصر واللي حكم في كاس عالم هو الحكم الاول صحيح اختيار غلط يعني لا طبعا يعني اصل يقول ايه على فكره سمير عثمان مش هو اللي اختاره مين بقى اللي اختاره يعني هو مين هو مثلا واحد واقع على ارض اخرى عايز اقول لك عزب حجاج انا عايز اقول لك كابتن سامي شاطر انا اللي اخترت جهاد جريشه
اللي هو خالد كانت مترين ايد احمد سامي في ماتش الزمالك والمقصه وما شافهاش الراجل عادي يعني. وحضرتك كابتن سمير عثمان اللي مؤاخذه البدايه كده مش مبشره. كابتن سمير عثمان قبل الماتش ما طلعش ليه وقال يا جماعه انا رسميا وانا لم مش انا اللي بعين الحكام ولم اعين، ليه ما قالش قبل ليه بيصرح ده بعد؟ عايز ايه؟ عايز يبرئ ذمته قدام الاهلاويه مثلا؟ لا يعني كابتن سمير عثمان انا كنت بشتغل في قناه الاهلي والله يا اسلام الشاطر والله ما انا اقسم بالله مش انا والله اللي على اساس ان جهاد جريشه مثلا واقع من قعر القفه يعني مثلا مش حكم مصر الاول ولا كان بحكم في كاس العالم. عايز اقول لك حاجه، قناه الاهلي دايما لجنه الحكام مش دايما. وصل حضرتك النهارده انا ممكن السلام عليكم يا كابتن شاكرين على لا عاوز اقول لك بس هرجع القناه تاني يا منتصر. الكابتن سمير عثمان طلع بيان على صفحته على الفيسبوك قبل ماتش بيراميدز وقال انا مهامي كذا وكذا 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 وحدد مسؤولياته. يعني طلع بيان البيان موجود، ما قالش ان انا ما طولتش لسه ما طولتش احمد جمال البيان يعني ما قالش لسه ما طولتش انا قال لك انا مهامي كذا وهعمل كذا ولدرجه اخر البيان قال لك هستكمل مسيره الكابتن عصام عبد الفتاح. على فكره انا اول واحد في مصر هنا في البرنامج قلت ان الكابتن احمد شوبير مش عارف سمعتوني ولا لا، كابتن احمد شوبير بيدوس عشان كابتن سمير عثمان هو اللي يمسك. طب ما جه ما هو جه ما تشوفش كابتن عثمان قبل ما يجي قبل ما يعلنوا خالص قبلها باسبوع يبقى وطلعت قلت هذا الكلام وان في ترشيحات اخرى وان في كلام من هذا القبيل وطلع كلامي صح. كابتن شوبير هو اللي حط كابتن سمير عثمان او داس فكره ان هو اللي يجي رئيس لجنه الحكام. انت شفت كابتن شوبير بيعمل ايه مع كابتن الشناوي؟ هو يقول له رجعها لغايه ما الراجل قال له ده انا اللي جاي احلل البتاع. لا هو ما قالوش، هو قال له في الاخر دي ضربه جزاء. ده قال له يا كابتن ده انا اللي هحلل راح فاهم قطمها الشناوي قال لك لاحسن يمشوني ولا حاجه. بقول لك قبل الماتش طلع البيان ده يا منتصر وكمان كان مفترض ان يقول كلام يعني يلغي قرارات الكابتن عصام عبد الفتاح زي احاله 9 حكام اللي هم حكام الفيسبوك ولجنه الانضباط. كان المفروض يلغي القرار ده على اساس ان هو رئيس لجنه حكام جديد. لا ما الغاش القرار وفعلا تحولوا للتحقيق وفي ناس قدمت اعتذارات وفي ناس ما زال التحقيق شغال معاهم في لجنه الانضباط قرارات الكابتن عصام عبد الفتاح. انا عايز اشوف النهارده بقى عايز اشوف جهاد جريش هيحكم ولا لا. ده على فكره الاهلي طلب جهاد جريش لم يدلي باي تصريح او يعترف ان ركله الجزاء لا انكر لا قال ما قلتش قال انه ما قالش مين اللي قالوا ان هو اعترف تسريبه بقى عشان بيقول لك ان الاهلي ازاي اتظلم سهل قوي سهل. في حد في مصر محترم يعني انا والله مش حابب نتكلم يا ريت يعني نتكلم على الزمالك. عندنا انجازات كبيره جدا، عندنا مجلس اداره بيجيب صفقات في كل الالعاب مدويه ومن بق الاسد. ليه ما فيش صحفي ولا اعلامي طلع قال انه الكابتن الخطيب او مجلس الكابتن محمود الخطيب ارتكب خطا في الابقاء على لاسارتي؟ النهارده انت مدير فني مش مقتنع بيه، خرج من بطولة افريقيا بفضيحة امام صن داونز من دور الـ16 الدوري خلينا نعترف شينا ما بين النادي الزمالك هو من اهدى الدوري للنادي الاهلي. مفيش واحد كتب على صفحته زي ما بيتقال لمرتضى منصور انت مشيت جروس العقد وانتهى في 31. طب اقول لك حاجة، محدش قال للكابتن الخطيب انت ليه قعدت الراجل ده 60 يوم عشان ماتش مولين. اقول لك حاجة، انا بقالي 15 سنة بشتغل في الاعلام وفي اهلاوية بيتفرجوا عليا، ممكن اقول لهم شوية معلومات لو عايزين. وانا عندي معلومات اقولها لك. لازارتي كان اتخذ قرار بعد نتيجة 5-0 انه ماشي. طبعا. خلاص؟ جت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن طه اسماعيل، كابتن زكريا نصر، كابتن خالد بيبو. وخدوا قرار ان الراجل يقعد. عشان يخسر الدوري. تمام؟ كابتن سيد مصلحته سيد عبد الحفيظ ان الراجل يقعد لانه هو ما يقعد هيقعد. صحيح. تمام؟ فخدوا قرار، بعد ما خد الدوري خدوا قرار بده. ليه بقى ما خدوش رأي لازارتي في ديونج مثلا؟ ديونج اللي هو اللي ولا بهاء محمدي ولا ديفندر. ليه؟ لان هم عارفين ان هم كده كده خلاص هو الراجل مع نهايه الموسم كسب الدوري ما كسبش الدوري ماشي. صح. تمام؟ فقالوا هنجيب ديونج ده، فجه الراجل شاف ديونج قال لهم انا مش مقتنع بيه، طريقه كتب. لعب اكرم توفيق ضريب جامد جدا ومعرفش ايه وكده وبتاع، فهم مش مقتنعين بيه، عايز يمشيه، وعايز كان عايز يمشي جيراردو، وعايز يمشي صلاح محسن مش مقتنع بيه خالص، وعزر وعمل مشاكل وضرب وشوه. وبعد كده حتى كمان في ما جم سالوه على مروان محسن ازاي تديله فتره اجازه انه ماليش دعوه، ده الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي خد القرار. اقول لك حاجه ثانيه، اجاييه بيتكلم عربي لبلب زينا كده، دخل الاوضه
مرة اما رجعوا بتوع المنتخب معرفش يفدى يوم زيادة لبتوع المنتخب والدوليين والتانيين يجوا يوم الجمعة والتانيين يجوا يوم السبت. فجي يوم الجمعة لقى صالح جمعة مجاش في الساحل الشمالي ولقى معرفش مين مجاش ومين مجاش. فرح اجاي قال له راح قال له اسمه ده يعني ايه احنا نيجي والناس دي ما تلتزمش. راح لازارتي قال له انا ماليش دعوه اكلم مدير الكوره هو المسؤول عن اللي مش عارف الاسامي وكده. مدير النادي صلاح وحفيظ. طب اقول لك حاجه تانية. احمد فتحي احمد فتحي خد من المستشار تركي آل الشيخ 22 مليون جنيه بجانب انه خد من الاهلي حوالي 4 مليون جنيه تمام في ثلاث سنين 4 و4 و4 و22 مليون. فجه بعد ما خد الفلوس من المستشار التركي قال الشيخ ايه انت مش سامع ان احمد فتحي عنده مشكله وكان عايز يروح بيراميدز عمل ايه راح قال لهم انا باخد 4 مليون ولا 3 مليون في السنه انا عايز 10 مليون. قالوا له طب ما انت خدت 22 مليون. قال لا دي هديه من المستشار التركي قال الشيخ عشان كده احمد فتحي كان عايز يروح لان وكيله ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز. طب اديك معلومه تانية. مش علي جبر كان هيجي النادي الاهلي ما جاش. اقول لك ما جاش ليه. علي جبر بياخد 15 مليون جنيه في بيراميدز فهو عايزين يجيبوه. البيراميدز عايزه تتخلص من علي جبر لانه شايفين علي جبر لعيب كويس بس مش بالثمن ده لان خلاص المالك مش تركي ماشي فهم عايزين يقللوا الفلوس. بس على فكره خالد علي جبر كان نيجي في ماتش الاهلي انا عارف جه يمشي فقالوا له وافق علي انه يجي النادي الاهلي بدل ما ياخد 15 ياخد 13 مليون صح. فهم قالوا لا يا عم ده احنا هنعمل كده فتنه فمرضوش يدفعوا 13 مليون في علي جابر فعشان كده علي جابر ما جاش. طاهر محمد طاهر كان جاي وكيله اللي هو الشركه الانجليزيه اشترطت على الاهلي انه يتحط شرط جزائي لو جاله احتراف خارجي فما وافقش. اديك معلومه تانية. حسين السيد احتمال يطلع من القايمه هو او احمد حمدي حمدي ويبقوا فري الايام اللي جايه دي ويروحوا اي نادي هم عايزينه لان باسم باسم هيروح باسم علي هيروح الانبي تقريبا او الجونه يعني معظم اللعيبه عندهم مشكله. حسين السيد هو الوحيد اللي قد يسقط. كريم نيدفيت ما تأيدش عنده اصابه شهرين تعالج غلط وقدامه لسه شهرين خايفين لو كريم نيدفيت ما تأيدش يبقى لا يلتزم ويروح اي نادي هو عايزه. بص مشاكل كتير لكن الاعلام لا يتكلم يا جماعه. مش في لعيب جسمه ميسي فلسطين ده فين ده؟ لا ما حدش يعرف. طيب يلا قدامي دقيقه يلا اتفضل. عايز بص يا خالد انا عندي رصد الحالات كتيره حصلت في الموسم ده اللي هي مجاملات النادي الاهلي 42 نقطه دي اقولها في حلقه ثانيه تمام. انا عايز اقول ما حدش برضو اتكلم على انه لاسرت في الشرط الجزائي بتاعه 200 هو دلوقتي مش راضي يمشي عمال يتفاوض على الشرط الجزائي دولار 240 الف دولار كل زي ما حضرتك قلت في الانترو. ما حدش قال انه المهندس محمود طاهر الراجل ده اتظلم. هو دفع فلوس على فكره بتاعه مارتن يول من جيبه لكن النادي الاهلي هيدفع الفلوس من جيب النادي الاهلي. جاب الصفقات اللي ايفونا على احمد فتحي على 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 جاب صفقات جامده جدا الصفقات اللي جت النادي الاهلي دي كلها. طب خد محدش قالها لسارتي بعد مش بس اذنك قال انا قلت للنادي الاهلي عايز صفقات كذا وكذا وكذا سوبر تخدم الفريق الايام الجايه فرئيس النادي قال لي اللي هو رئيس النادي الاهلي قال لي النادي الاهلي مفيش فلوس تمام. شكرك استاذ عبد الشافي. شكرا خالد. محدش قال انه قفشه بيطلع الاخير كان في بيراميدز في اللياقه البدنيه وانه يعني الموضوع ربنا يتولى. انا قلت هنا في البرنامج احمد حمدي احمد حمدي وناصر ماهر اللي راح سموحه افضل من محمد مجدي قفشه. دي وجهه نظري الكرويه. اشكركم. شكرا خالد. فريق العمل بشكر كريم ابو حسين رئيس التحرير البرنامج وبقول لزميلي محمد الشرقاوي رئيس تحرير ايضا عودا حميدا من الحج و مبرور يا حاج مبرور. وبشكر ايضا مدحت عفيفي مخرجنا المميز كريم حمدي مصطفى صلاح بشكر بودي عاطف بشكر عاطف ابو ميدو بشكر احمد كيوان محمد ساهر بشكر هبه النحاس وائل عباس احمد شوقي وطبعا افرحوا يا زملكاويه بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامج الزمالك اليوم تصبحوا على 1000 مليون خير.